صديقي يقول كلما دخل إلى المسجد يشعر بالصداع وأنه سوف يغمى عليه، ما السبب وما الحل؟ طبعا ليس هذا هو الوضع الأصلي والطبيعي. الوضع الطبيعي أن تلاوة القرآن أو دخول المساجد تشعرك بالسكينة وبالطمأنينة، أنت تزور الله في بيته، المساجد بيوت الله عز وجل، ومن تطهر في بيته وزار الله في بيته كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فلا شك أن هذا الذي تقوله خلاف الأصل، وصاحبنا هذا يحتاج إلى رقية شرعية يرقي نفسه بالإخلاص وبالمعوذتين وبفاتحة الكتاب يقرأ ويجمع يديه ويقرأ وينفس فيهما ويمسح بهما على رأسه وصدره وعلى ما استطاع من جسده، أو يسترقي من قبل أحد الصالحين ممن يوثق في علمهم ودينهم. وأسأل الله جل جلاله أن يذهب عنه ما به، لكن على كل حال إذا استمر هذا له أن يلتمس التداوي عند طبيب نفسي، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه يا ولدي من علمه وجهله من جهله.